في القرن الرابع قبل الميلاد استخدم أهل عمان عملات الدرخمة التي حملت صورة الإسكندر الكبير، وظلت متداولة حتى ازدهرت حضارة بلاد فارس، فانتشرت العملات الفارسية والساسانية. لما دخل أهل عمان في الإسلام عام 629 للميلاد تم تعريب العملة الساسانية، وكتب عليها بعبارات إسلامية مثل بسم الله. في عام 695 للميلاد أضاف الحجاج بن يوسف الثقفي اسمه على الدينار. بعدها بعام واحد سك عبد الملك بن مروان أول دينار عربي، وكان من الذهب، ونقش على أحد وجهيه: الله أحد، الله الصمد. وعلى الوجه الآخر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في عام 700 للميلاد ضربت الدراهم الفضية التي صدرت من أول دار سك أنشئت في شبه الجزيرة العربية، ونقش عليها ضرب في دار الضرب بعمان. في عهد العباسيين سمح لحكام عمان بنقش أسمائهم على العمولات، فضربت الدراهم ونقش عليها اسم الوالي أحمد بن هلال. خلال فترة الحكم العثماني تداول أهل عمان عمولات الإمبراطورية كالليرة، التي أطلق عليها من قبل العمانيين البندقي والمحبوب. مع اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح أواخر القرن الخامس عشر أصبحت السفن التجارية الأوروبية تمر على سواحل عمان، فانتشرت معها عمولات مثل ريال ماريا تريزا والدولار الإسباني. في عام 1506 احتل البرتغاليون سواحل عمان، ولم يسكوا نقوداً خاصة بهم للتداول في عمان، فاستخدموا اللارية عملة الدولة الصفوية حليفة البرتغال. لما خرج البرتغاليون من عمان عام 1650 تم إيقاف التعامل باللارية، وفي نفس الفترة تزايد حجم التجارة بين الهند وعمان، فانتشرت الروبية الهندية وظلت متداولة إلى جانب عمولات الدولة القاجارية التي دخلت البلاد عن طريق التجارة مع إيران كالقيران الفضي والتوقات الذهبية. في عام 1800 للميلاد احتلت بريطانيا عمان وأعلنت الروبية الهندية عملة التداول الرئيسة في البلاد. في عام 1882 شرع السلطان برغش بن سعيد في أول محاولة لسك عملة مستقلة أطلق عليها الريال الزنجباري، وقد ضربت في دار السك ببروكسل. على نفس الدرب قام السلطان فيصل بن تركي حاكم مسقط بسك أول نقود تحمل اسم مسقط عام 1893 أطلق عليها البيسة، وقد رسم عليها قلعة الجلالي. وعلى الوجه الآخر كتب بالإنجليزية اسمه كإمام لمسقط وعمان. لما تولى السلطان سعيد بن تيمور الحكم أمر بشراء نقود معدنية من دار الضرب بمومباي عام 1939، نقش عليها شعار عمان الوطني، وحملت نفس اسم العملة القديمة البيسة. بعدها بأعوام قام السلطان سعيد بإصدار عملته الأولى من الفضة. في عام 1969 قام السلطان سعيد بن تيمور بإصدار أول عملات ورقية موحدة عرفتها عمان، أطلق عليها العملة السعيدية. في عام 1970 للميلاد تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم، ووحد البلاد تحت اسم سلطنة عمان بدلاً من سلطنة مسقط وعمان. وفي الذكرى الثانية للعيد الوطني حل مجلس النقد العماني محل نقد سلطنة مسقط، وتم طرح الإصدار الثاني من فئات 100 بيسة وفئات للريال تبدأ بربع ريال وحتى 10 ريال.
في عام 1974 تأسس البنك المركزي العماني، وأنيطت إليه مسؤولية طبع الإصدار الثالث الذي أضيفت إليه الورقة من فئة 200 بيسة. في أواخر الثمانينيات قام البنك المركزي العماني بتوحيد شكل العملات الورقية، إذا أصبحت جميع الفئات تحمل صورة السلطان قابوس. للغمير ومن سكن فيها ترخص الأرواح والغالي. للغمير ومن سكن. وبمناسبة مرور 40 عاماً على العيد الوطني لجلوس السلطان قابوس، تم إصدار عمولات تذكارية من فئات 5 ريالات إلى 50 ريالاً.